الى جانبي رافيتي يعطيها الكره لرافيتي، رافيتي في الوجه بعض الشيء يلعب كره عرضيه يبعدها الدفاع والتصويب رائع، كره ذاهبه للمرمى من ماتياس فريزلر، اجمل كره في المباراه من جانب فريق هيركوليز، ولكن الحارس جويتا كان رائعا في الطيران للكره وابعادها. لاحظ هناك جرح في الأذن ايضا، لكن هنا كرة رافيتي يبعدها الدفاع ترجع إلى ماتياس فريزلر يصوب والحارس يرتمي إلى الكرة ويبعدها وهي في طريقها إلى الشباك. لاحظوا كيف صوبها إلى الزاوية البعيدة.